خش احنا عاوزين المباراه دي ناخد 3 بونت والحمد لله على النتيجه. حمص يمكن كان في تحفظ في الشوط الثاني، وكابتن حماده نزلك في نص الملعب وسحب دودي الجباس لزياده كثافه في نص الملعب، ايه كانت التعليمات ليه؟ التعليمات كانت لينا نحاول نستحوذ على الكوره في نص الملعب، نخلي الكوره اكبر فترات ممكنه معانا، والحمد لله يعني اللعيبه ادت اللي عليها والحمد لله على 3 بونت. النهارده بقيتوا في المركز الثالث، مره واحده من السابع للثالث، بالتاكيد ده بيحملكم مسؤوليه كبيره الفتره اللي جايه. اكيد طبعا احنا يعني بصراحه مجلس اداره السنه دي يعني نفسه ان احنا نعمل حاجه، واحنا نفسنا نعمل حاجه لنادي وادي دجله، واحنا بناخد كل مباراه يعني، وعندنا مباراه صعبه، مباراه المقاولين، انت عارف حضرتك 3 بونت بيرفعوك 3 4 مراكز وبتخسر 3 بونت وبينزلوك 3 4 مراكز، فربنا يكرم ان شاء الله ونركز من خبراتك الكبيره، وفي اكتر من لاعب احترف، دودي الجباس واكتر من لاعب، وحسام عرفات، ايه كلامكم على لعيبه يعني دلوقتي انتوا في مربع ذهبي، اكيد الطموح بيزداد مباراه عن مباراه، المكسب بيفرق، ايه كلامكم على العزيمة؟ والله هو اصلا يعني نادي وادي دجله فيه اصلا اللعيبه القدامى يعني كابتن حصري، طه ياخه، رجب، اللعيبه اللي هم القدام ومرعي، في اكتر من بتاع 7 8، مش عايز انسى حد يعني، بصراحه لعيبه محترمه جدا ولاعيبه على مستوى عالي جدا، كلنا يعني نفسنا نعمل حاجه السنه دي، وزي ما انت شايف حضرتك الفرقه بتضم اكتر من يمكن 30 لعيب، باللعيبه الناشئين كمان يعني، في لعيبه محترمه جدا ولاعيبه على مستوى عالي جدا فنيا واخلاقيا، اي حد ينزل يأدي بنفس المستوى، فده متوفر، اعتقد يتوفر في فرقه زي كده، اعتقد ان هم ممكن يعملوا حاجه السنه دي تساعد ان انتوا تكملوا فتره. اكيد طبعا مجلس الاداره موفر لنا كل حاجه بصراحه يعني، احنا بنشكرهم على دعمهم لينا في كل الاوقات، في الخساره، في المكسب، في التعادل، هم ورانا بصراحه، موفر لنا كل حاجه. خليك انت لعيب بتشتغل باحترافيه، انت تفكر في الملعب بس يعني، وده بيخليك بتطلع اكتر ما عندك يعني. شكرا. ده كان لقاءنا اعزائي المشاهدين مع محمد حمص، ومستمرين معاكم يمكن معانا احمد خطاب حارس مرمى دمنهور، يمكن احد نجوم اللقاء يعني، انقذ اكثر من هدف رغم الهدف اللي دخل مرماه. احمد هارد لك يعني استمرارا لمسلسل الهزائم لدمنهور هذا الموسم، عاوز اعرف تعقيقه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا بنحمد ربنا وبنشكر فضله على كل شيء، الحمد لله على في السراء والضراء يعني، احنا طبعا بنجتهد وبنحاول نسعى ان احنا نقدم افضل ما عندنا، وبنحاول ان احنا نعمل نتائج ايجابيه، ولكن ده سوء توفيق وارد في الكوره بصراحه، المكسب والهزيمه واردين في الكوره، احنا بنعمل اللي علينا وما بنفقدش الامل لاخر لحظه وبنجتهد، واللاعيبه كلها بتعمل اللي عليها، مفيش حد بيتمنى ان هو يبقى وحش طبعا، احنا كل هدفنا ان احنا نحقق حلم جمهور كبير ونكون عند حسن ظنهم، والله فعلا ما فيش لعيب بيبخل بمجهود، كله بيتعب وبيجتهد في حدود الامكانيات وفي حدود ما اتيحت بيه الفرص يعني. بس الامور يا احمد ازدادت صعوبه يعني، النهارده خساره على ملعبك، وده استمرار لمسلسل طويل من الهزائم في الفتره الاخيره، والموقف تحت في نهايه الجدول مع الأسيوطي ومع النصر، ايه اللي جاي؟ والله يا كابتن انا كنت بسمع كلام حضرتك من شويه دلوقتي مع كابتن حمص، شوف حضرتك اتكلمت معاه في 3 بونت خدوهم النهارده، رفعوهم من مركز الكام لكام، فهو الامور مش بعيده والله، انت مكسب ماتش واحد بس هيفرق معاك كتير قوي معنويا وقدام الناس، هيخلي الثقه عندك اكبر، مكسب ماتش تاني بعديه هتبص تلاقي نفسك دخلت في وسط ال3 بونت بيفرقوا كتير قوي، احنا محتاجين مكسب بس. احمد يمكن كان ليك خطأ كان واضح في مباراة اتحاد الشرطة، كلف الفريق 3 نقط، كان واضح تركيزك النهارده وعاوز ترد، لان كان في انتقادات عنيفة وجيت ليك عقب المباراة الماضية. والله بص، هو الخطأ بتاع مباراة الشرطة ده كان يعني اولا واخيرا في عدم توفيق جامد جدا يعني، ان الكورة ان انا ابقى نازل تاكلن على الارض عشان اضمنها، وان هي تعدي من فوق رجلي بالشكل ده، دي حاجة انا عمرها ما مرت عليا في الكورة خالص، ولكن هو إرادة ربنا سبحانه تعالى فوق كل شيء، هي كان فيها سوء تفاهم شويه، ولكن الحمد لله يعني انا كنت الحمد لله راضي عن ادائي في المباراه عامه، انما هي الكره دي طبعا بتيجي الناس بتاخد بالاخطاء وما بتبصش لاي حاجه كويسه، وانا بحمد ربنا على كل شيء الحمد لله. ده كان لقاءنا اعزائي المشاهدين مع احمد خطاب، عوده مجددا للكابتن شوبير.